يذهب التعب ويطفئ الغضب ويشد العصب ويصفي اللوم، ومن أهم عناصر الأغذية لتقوية الذاكرة وتنظيف الكبد. له فائدة لزيادة الوزن. ووصفة اليوم بديل عسل السكر بعسل الزبيب بدون أي إضافات لعديد من الاستعمالات، وطريقة تحضير ناجحة 100%. لهذا سيدتي تبعي معي الفيديو من الأول حتى الآخر باش نكتشفوا طريقة تحضير عسل الزبيب. وكالعادة ما تنسوناش ملي لايك للتشجيع فقط وبالبرتاج باش تعم الفائدة على الجميع. ومرحبا ومئة ألف مرحبا بالمشتركين الجدد لأول مرة كينضموا لقناتي وعجبهم أكيد المحتوى مع اليوم، إلا يفعلوا الجرس فضلا وليس أمرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناة سكينة السورية. وكذلك سبق لي ودرجت معكم عسل تمر اللي غنخلي لكم الرابط ديالو ديال الفيديو في صندوق الوصف. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم نصليو على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ونبداو بكتي الله ونقولوا بسم الله. والمكون الرئيسي والأساسي والوحيد بدون أي إضافات هو الزبيب. كلنا كنعرفو يعني فوائد الزبيب، سواء ناشف يعني يابس أو عسل الزبيب. اليوم إن شاء الله غندرج معكم وصفة عسل الزبيب ناجحة 100%. غير تبعوا معايا الله يرضي عليكم لا فيديو من الأول حتى الأخر. ممكن تقتنيوا أي نوعية ديال الزبيب، يكون أحمر أو الأصفر أو الأسود، تما كيختلف اللون ديال العسل ديالكم في الأخر. عندي هنايا تقريبا واحد 600 غرام أو 700 غرام ديال الزبيب، وانتوما ديروا الكمية اللي بغيتوا. أول حاجة كنبداو بها وهي الزبيب ديالنا، كنديروه في واحد الفول وكننقعوه، يعني كنفزقوه لمدة ساعتين أو ثلاثة ديال السوايع في الماء يكون دافي، الماء ما يكونش ساخن يعني فيه البخار، غير الماء دافي باش كيرطب لينا. من بعد ما كننقعوه تقريبا واحد ساعة أو ساعتين في الماء كنصفيوه، منها كنغسلوه وكنتخلصوا من داك الغبر، ومنها كيرطب لينا. بعد ما كيرطب ليا كدوز تقريبا واحد الساعه، انا خليته غير واحد الساعه في شويه ديال الماء هكا اللي يكون غير دافي ما يكونش ساخن. من بعد كنصفيه مزيان مزيان في واحد الشبيكه او في واحد الصفايه، وكنعاود نمررو يعني كننشفو بواحد الفوطه باش ينشف لينا، وفي نفس الوقت كيكون رطيب، يعني ما نشدوش مباشره غير نغسلوه او نشللوه وندوزو نطحنوه، ما غيبغيش يتحل لينا لان كنعرفو الزبيب تيكون يابس شيئا ما. ضروري ما نقومو بهذه المرحله ديال ساعه نقعوه في الماء الدافئ. كيف ما كتشاهدوا معايا بعد ما صفيته ونشفته كنطحنوه هنايا في الطحانه حتى كيولي عندي معجن، يعني ضروري نطحنوه مزيان مزيان قدر الامكان باش كنستخلصوا منه جميع العصاره ديالو ديال العسل. من بعد ما طحنته كله هو كيف ما كتشاهدوا معايا، هذه الكميه ديال 600 او 700 غرام ما بقيتش متاكده لانه كان عندي وما وزنتوش، يعني غير عيني ميزاني. من بعد ما طحنته كله هو كنجيب في هذا الاثناء الماء اللي يكون ساخن. في الاول درناه غير في الماء بارد، ومنين كنطحنوه كنديروه بالماء الساخن. تقريبا عندي هنايا 700 غرام او كيلو او نص كيلو بالنسبه للكميه ديال الماء اللي غندير، النص ديالو يعني قد الكميه ديال الزبيب قد الكميه ديال الماء. كنبقى نضيف الماء بشويه بشويه وانا كنخلطو وكنحركو باش يطلق ليا كاع داك الفائده ديالو، داك العصاره وداك العسل ديال الزبيب وداك السكريات الطبيعيه اللي كتكون في الزبيب. كيف ما كتشاهدوا معايا كنبقى نحرك نحرك، كنخلي كندير فيه داك الماء يعني حتى كيولي يعوم فيه، ما يكونش الماء بزاف بزاف باش ملي نبغيو نحضروه على النار ما ياخذش منا وقت بزاف باش يوجد لينا، يعني غير الماء يكون على حسب الكميه ديال الزبيب. كيف ما كتشاهدوا معايا انا كنديروا بهذه الطريقه هذه، واحد معلقه خشبيه كنحاول نحركو مزيان مزيان، وغادي نغطيه بواحد الطبيسيل وغنوضعو جانبا تقريبا واحد ساعتين او ثلاثه، او كاع لا عندكم الوقت خليوه يبات ليله كامله كان احسن. انا خليته واحد ثلاثه السوايع، ما بين ثلاثه حتى لربعه ديال السوايع في داك الماء الساخن، مره مره كندوز كنحركو. من بعد ما خليته ثلاثه السوايع كنجيب هنايا البرمه والكسكاس او شي صفايه، وكناخذ منديل او زيف حياتي او شي زيف اللي يكون كيخرج لينا السائل. هذا المنديل هذا كنت خدمته معكم في عسل ديال التمر وفي عسل كذلك ديال الرمان، يعني هذا زيف حياتي خديت تقريبا غير نص متر ب 6 دراهم، راه خدمت به وخدمت به كنصبنو ونعاود نخدم به.
كيف ما كتشاهدوا معايا كنحاول نصفيه، ممكن نصفيه في شبكه غليظه هي الاولى، عاد نديروه في هذا الزيف هذا. ضروري ما نصفيه بصفايه تكون رقيقه باش نستخلصوا غير العصاره او عسل ديال الزبيب فقط، وداك الشوائب تيبقاو على برا. كيف ما كتشاهدوا معايا انا درته هنا وبلا ما نضغط ونبقى نحرك، كنمشي نقضي شغالاتي ونخليه على خاطره حتى كيتصفى ليا وكنحس به راه صفى، كنرجع نجمع داك الزيف وكنعقدو يعني بحال شي كميميسه، وكنعاود نعصرو مزيان مزيان، ولا نحط عليه شي حاجه اللي تكون ثقيله باش يتصفى ليا تماما. كناخذ هنايا الطنجره ولا نخليه في نفس الطنجره اللي درت، خصني انا كندير هنايا في الكوكوت يعني كتكون غليظه باش ما يحرقش ليا، لان البرمه كيف ما كنعرفو كتكون الالومنيوم الرقيق. درته هنايا انا في الطنجره ديال الضغط، راه ما غنسدش عليه غير في طنجره الضغط لانها كتكون غليظه. كيف ما كتشاهدوا معايا وهذا البقايا ديال الزبيب، ممكن نضيفوا ليهم سمسم محمر او اللوز او اي اضافه ونعجنوه ونديروا ليه، نزيدوا ليه عاوتاني شويه ديال الشوكولاته ديال الدهن ونديروه كويورات ونعطيوه لوليداتنا يتناولوه في الصباح او لينا حنا، علاش لا، له فوائد عديده، ما كاينلاش رميو داك البقايا. كنشعل عليه النار في الاول، في الاول اللي تكون متوسطه عاديه، ما نجهدوش عليه نهائيا، كنحطو على النار، ما كيدير لينا لا كشكوشه لا حتى شي حاجه وما كيفيدش لينا نهائيا. ماشي ضروري نبقى نحركو مره مره، نمشي نقضي شغالي ونخليه على النار متوسطه لمده تقريبا ما كتراوح ما بين ساعه ونص حتى لساعتين على حسب الكميه اللي عندكم. انا عندي هنا الكميه تقريبا واحد لتر ونص او جوج لتر ديال هاد السائل، يعني كنخليه تقريبا واحد ساعتين او ساعة ونص على نار متوسطة، ماشي مجهدة وماشي منخفضة، حتى كيبان ليا كيطلق هاد الكشكوشة. منين كنشوفو كيطلق داك الكشكوشة صافي كنتأكد بأنه راه وجد، وخا منين نطفي عليه النار ونفرغو في شي فول آخر يبان ليا راه سائل عادي، لا، منين غادي يبرد ليا وغنخليه يبات ليلة كاملة يعني غير في سطح العمل بلا ما ندخلو للتلاجة، أو بغيت ندخلو للتلاجة معليش لا غد ليه الصباح تيولي لنا تماما بحال العسل، ما كيجيش عاقد عاقد 100% ولكن كيتبدل القوام ديالو، ما نتسناوش عليه فوق النار غيتبدل القوام ديالو. كنعاود ناكد عليها يعني منين يبدا يدير لكم داك الكشكوشه العارمه فوق الطنجره كتكون رغوه كثيفه واللون ديالها اصفر، عرفوه راه وجد لكم صافي، غير طفيو عليه وخليوه يعني يبات ليله كامله، عاد كيعطينا نفس هذا القوام، هذا القوام هذا اللي كيعطينا اللي كنحصلوا عليه. وهذه الكميه تقريبا عطاني تقريبا نصف لتر، من لتر ونصف او جوج لتر قل شي حاجه عطاني نصف لتر يعني مستخلص من عسل الزبيب، راه ما حرق لينا ما والو. بزاف الناس يقول لك ما بقاتش الافاده وناكلو هكا، نخليه الاختصاص لاصحاب الاختصاص، ودخلوا قلبوا وسولوا على عسل الزبيب والفائده ديالو. كنتمنى ينال اعجابكم لافيديو ديال اليوم، وتطبقوا الوصفه ديال اليوم بكل حذافيرها وبالتفاصيل ديالها باش تنجح معكم، راه شفاء ودواء العديد من الامراض، وكيف ما كتشاهدوا معايا كيجي القوام ديالو رائع جدا، صحي للتسمين للكبد للكالسيوم لفقر الدم تقويه الذاكره. وانا ما غاديش نهضر على هادشي لانني ما مختصاش في الطب، ولكن بحثت وقلبت ولقيت بانه له فوائد عديده. كنحتفظوا به في واحد القرعه زجاجيه في الثلاجه لمده 6 شهور او سنه على حسب الكميه اللي حضرتي. وشكرا لكم المتابعه، وما تنساوناش ملي لايك للتشجيع فقط والبارطاج باش تعم فائده على الجميع، ومرحبا بكم دائما عند قناه سكينه السويريه.